هذا التحديث تحديدا لح يكيفوا في جماعة التليفونات الضعيفة. وكمان بالنسبة لنظام الأسلحة، في أسلحة لح تودع استعمالها بعد ما ينزل هذا الأبديت. فيا إخوان، في شغلات منيحة بهالأبديت لح تكيفوا فيها، وفي شغلات مش منيحة. وبشبين لحتى تفهموا قصدي لح أقولكم هذا المثل. السيارة أو مثلا أنا إذا نزلت لكم فيديو على اليوتيوب، إذا ضليتني جمعة أسبوع قاعد عم صور فيه وحضر إله وزبطه وطلع مش منيح، ما حدا حيفكر ولا حدا يعني حيهتم قديش تعبت بالفيديو. الكل حيقول عنه مش منيح اذا كان سيء، وحيقول عنه منيح اذا كان منيح، فما حدا حيهتم قديش تعبت بالابديت. فيا اخوان، تقريبا 90 او 9 كل العالم اصلا ما بيشوفوا قديش فريق التطوير عم يتعب بهالابديت، عم يشوفوا بس النتيجه اذا عجبتهم ولا لا. فيلا خير راعي اضافات التحديث الجديد، ليتس جو بيبي. خلينا نبلش بأهم إضافة، وهي إضافة جرافيك بيتماشى مع الأجهزة الضعيفة. الأجهزة الضعيفة لح ينفتح بعد هذا الأبديت، لح ينفتح لهم خيار للديتايلز، فيهم حطوها مثلا لو، وكمان خيار تاني فيهم يحذفوا سكنات الانمي، وهك بيخففوا الضغط على جهازهم الضعيف. فتقريبا الأجهزة الضعيفة لح يكيفوا كتير بهذا الأبديت. متجر فاكس بيوفر لك جميع احتياجاتك للألعاب من بطاقات شاحن داخل أي لعبة بأرخص الأسعار، بخصم بيوصل لل 75%. إيه صدق، 75%. من أهم المنتجات سي بي كود موبايل، كونز فيفا، كونز أيبكس لجن موبايل، وألعاب سوني بسعر رخيص جدا. والمميز بالموضوع أنه كافة طرق الدفع متوفرة، والأهم من هذا كله كود الخصم اللي حتشوفه على الشاشة. جميع التفاصيل حتلاقوها أسفل بالوصف. إضافة اللي بعدها، وهي إضافة ماب الارينا لماب عادية بتيم الديسماتش. فهيدي الاضافة يا اخواني انا كتير انبسطت من فريق التطوير هيدي الاضافة، هيدي الماب كتير بحبها، وحنجرب شعور التيم ديسماتش اذا الله راد بعد الابديت. والاهم من هذا كله انه خففوا الماكسيموم لحتى تربح من الاربعين للثلاثين، فهيك الجيم تتسلف اكتر وبيخلص اسرع. بالنسبة للكومبات ليفل، وسعوا الماكسيموم تبعه من الخمسين للستين، وهيك بيزيد عندك هودي قطع التطوير حتى تطور الاسلحة تبعك قبل ما تفوت على المستودع. بنروح هلا الإضافة الضخمة اللي قعدوا فيها تقريبا جي 5 دقايق 3/4 فيديو، الباتش نوت، كانوا عم يحكوا عن هذه التعديلات، وهي تعديلات الأسلحة الضخمة اللي صارت. الشوتينج موشن تغيرت للأفضل، ولكل سلاح له شوتينج موشن مختلفة ليصير فيها ديناميكية مختلفة لكل سلاح. هذه الشغلة ضافوها حتى الناس تستخدم لكل سيتويشن سلاح مخصص قريب، مثلا SMG بعيد DMR وهيك يعني يا أخوان. فكمان يعني أكيد أسلحة الAR للمسافات المتوسطة. بالنسبة لأسلحة بكاسيل M249، اذا بتخصصه اول مرة تغير هيدا الشيء، صار فيك بس تخصصه من ال 150 طلقة، يعني كان قبل 150 طلقة، هالمرة بعد الابديت لح يصير عندك 200 طلقة بس تخصص اول تخصيص. بالنسبة للتخصيص الثاني للبكاسي، صار الدرع تبع السلاح اوسع، فيا اخوان بتعرفوا بس يكون في درع اوسع فصارت الناس تستخدمه اكتر، لانه يا اخوان بصير عندك افضلية وانت عم تقوس على العدو الكون بالاوبن واللي كون بكفر. فيا اخوان بالنسبة لسلاح MK47، اذا بتخصصه اول تخصيصه صار فيك تحط له سكوب 8 وبيطلع معه لونج بارل زائد مصاريف الشحن. ونفس الشيء لسلاح M16 بالنسبه للتخصيص الاول وكمان للتخصيص الثاني. وبالنسبه لسلاح التوميجان الجبار اللي كل الناس عم تستعمله، رح يرجع يفكروا بالموضوع بعد هذا الابديت، لانه يا اخوان صار بعد ما تخصصه رح يقل الدمج تبعه. فشكلنا حنترك يا اخوان التوميجان ونركز اكثر على الفيكتور واليوزي، لانه يا اخوان بسلاح اليوزي بالتخصيص الاول رح ينزاد دمج على المسافات البعيده. وبالنسبه لسلاح L85 اللي الناس ما عم تستعمله، بالنسبه للفاير ريت تبعه البطيء، هالمره بعد هذا الابديت رح يزيدوا له الريت اوف اوتو فاير، لانه لهيدا السبب 3/4 الناس ما عم تستعمله. بالنسبه لسلاح الدي اس ار 1 زادوا له المازل فيلوسيتي، وبالنسبه كمان لسلاح الكار والفي اس اس والام 11 زادوا لهم الدامج اكثر واكثر. وبالنسبه لسلاح السكوربيون نقصوا له الدامج. بالنسبه للتظبيطات اللي زبطوها، زبطوا الانيميشن لكل انواع الفيكل من سيارات لموتورات لحتى القارب، يعني يا اخوان صارت ديناميكيه الحركه اكثر واكثر، وصار فيها اسلس انك تقوس وانك تشفط يعني يمين شمال. وبالنسبه يا اخوان للرانك للسيج مود انعمل له ريسيت، ولح يوصلوا الجوائز عبر البرايد لكل الناس اللي ارتفع يعني الرانك تبعهم اكثر واكثر. بتعرفوا كل ما عله الرانك كل ما عله الجوائز. وبالنسبه لشغله السرفايفر باس، غيروها يا اخوان، صار بس بكتبعت سيرفايفر باس لصديقك بده يكون عنده
بده يكون عنده يعني الليفل 20 وبده يكون صديقك لاكثر من 72 ساعه يعني تقريبا لثلاث ايام، وكمان رح يكون لازم يكون لعبين معك 10 جيمات. فيا اخوان شغله اني ابعت سيرفايفر باس للناس اللي عم تتابعني صارت مستحيله، لانه يا اخوان هذا الاضافه على فكره سيئه جدا. يعني وين لو ما عملوهاش انه يا اخوان بالنهايه بده يبعت سيرفايفر باس لصديقه ما انه ناطر يكون لعبين معه 10، يعني هيك حدوه لحد يعني ما فيك تعمل يا اخوان هيك مثل بطوله او شيء او فعاليات. فهذا الشيء يا اخوان سيء جدا. بالنسبه للسيرفايفر باس كنيته في حاله وفي مش حاله يا اخوان، فبعتبره تقريبا سيرفايفر باس سكناته عاديه جدا صراحه. الابديت منه كتير قوي ومنه كتير ضعيف، عادي جدا. ولكن يا اخوان الابديت اللي بعده او اللي بعد بعده يا اخوان رح تنزل الماب الصحراويه ورح يكون تحديث ضخم، وبعتقد الكل ناطره. فاذا المره بتشوفني على يوتيوب التوب ببجي نيوز تايتك حط لايك وسبسكرايب وحطونا اسهل بالتعليقات شو رايكم بهالابديت وبس سلام.